طبقنا اليوم هو كيكة الحليب الباردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم كيكة الحليب الباردة أو حلى بارد. المكونات مثل ما تشوفون، عندي علبتين من كريمة الخفق، وزن العلبة الواحدة 270 مللتر، علبة من الحليب المكثف أو الحليب المحلى وزنها حوالي 400 غرام، وراح استخدم أيضا ملعقة طعام واحدة من الكاكاو الباودر. عندي 5 ملاعق طعام من الحليب الباودر، حوالي 30 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وللتزيين طبعا راح استخدم كاكاو عندي ابيض وكاكاو بني، وايضا راح احتاج لهذا النوع من الحلويات بسكت. طبعا انتو تقدرون تستخدمون اي نوع انتو تحبوه من البسكت، انا راح استخدم هذا النوع اللي هو بسكت الشاي. هسا راح ابدأ اخفق المكونات كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أول شيء أخفق كريمة الخفق. هسه بعد ما خفقت كريمة الخفق راح أضيف باقي المكونات. راح أضيف الحليب المكثف، بسم الله الرحمن الرحيم، وراح أضيف الحليب الباودر أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدي أخفقها مع بعضها كلها. بعد ما خفقت كريمة الخفق لمدة 5 دقائق راح أضيف باقي المكونات وأستمر بالخفق. هسه راح أضيف المكون الأخير وهو الزبد. راح أقطع الزبد عندي إلى قطع صغيرة. طبعا حبيباتي لا تنسون تدعموني وتشتركون بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تخلون لايك، وإذا عندكم أي سؤال أو اقتراح كتبوها كلها بالتعليقات، وأني إن شاء الله راح أجاوبها كلها. هسه بعد ما خفقت المزيج كله لمدة 10 دقائق راح أقسم المزيج إلى قسمين، قسم أخلي بيه الكاكاو الباودر وقسم أخليه أبيض. هسه راح أخلي النص المزيج ملعقة طعام كاكاو، وأيضا أخفقها إلى أن تمتزج تماما. هسه خلصت خفقت الكمية الثانية عندي ويا الكاكاو، فراح أبدي أخليها بطبق البايركس. هسه راح أبدي أصفط البسكت، الطبقة الأولى من البسكت بهذا الشكل. وراح أخلي بعدها الطبقة الأولى وهي الطبقة البيضاء من الحلوى. طبعا أوزعها على طبق البايركس بالتساوي.
أخلي طبقة ثانية من البسكت بنفس الطريقة. هنا راح أكسرها للبسكت حتى تكفي عندي. هسه راح أخلي الطبقة الثانية وهي طبقة المزيج ويا الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا أوزعها بالتساوي على طبق البايركس بنفس الطريقة. هسه حبيباتي بقت عندي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التزيين. أنا مثل ما قلت لكم راح أستخدم شوكولاتة بنية وشوكولاتة بيضاء. هسه راح أقطع الشوكولاتة اللي عندي وأراويكم الطريقة، وبعدين أزين بيها وجه الكيكة الباردة اللي عندي بهاي الطريقة. هسه راح أبدي أزينها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما كملت تحضير هذه الكيكة الباردة أخليها بالمجمدة أو الفريزر لمدة ساعتين إلى أن تتماسك عندي، وأرجع لكم حتى أراويكم الشكل النهائي. هذا هو حبيباتي الشكل النهائي لكيكة الحليب الباردة أو الحلى البارد. أرجو أن يكون طبق اليوم نال إعجابكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وألف عافية.